أعزائي المشاهدين، لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ومشاهدة الفيديو للنهاية والإعجاب، وبارك الله فيكم وجمعة مباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، يتجدد لقائي بكم في حلقة جديدة عن الزراعة. اليوم بنشوف إنبات بذور الكزبرة اللي طلعت مع الجرجير. شايفين نموها الخضري كيف؟ هذا نمو خضري جديد لبذور الكزبرة اللي فركناها مع بذور الجرجير. هي مختلطة جرجير مع الكزبرة. شايفين هذا هاي الجرجير، هاي ورق الخضري ممتاز. هذا جرجير، هذه كزبرة، هاي كزبرة. شايفين طبعا الكزبرة نستفيد منها طهي الطعام والشربات، وأيضا المحاشي مع الكوسة ومحشي الباذنجان والكرنب اللي هو الملفوف البلدي، وتستعمل أيضا في شوربة الفريك. كل شوربة الخضار تدخل فيها هذه النبتة اللي هي الكزبرة، وهي أحد فصائل الخضروات الورقية مثل الشبت والبقدونس. مش عارف الصورة واضحة ولا لا، عشان الدنيا فضى. هذه كزبرة، شايفين أمام حضرتكم. كنت زراعها حوض الجرجير. أصلا الجرجير لأني ما زرعتوش، بس فركت للعيدان اللي كان فيهن الزريعة، وهيها طلعت مع الجرجير. هاي الكزبرة هنا كنت زرعها تحت بقصيص. نأتي لنهاية هذه الحلقة. أرجو من أعزائي المشاهدين ضغط زر الاشتراك ومشاهدة الفيديو للنهاية والإعجاب، وجمعة مباركة عليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو أحمد النجار من غزة فلسطين يحييكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، يتجدد لقائي بكم في حلقة جديدة عن الزراعة. اليوم بنشوف إنبات بذور الكزبرة اللي طلعت مع الجرجير. شايفين نموها الخضري كيف؟ هذا نمو خضري جديد لبذور الكزبرة اللي فركناها مع بذور الجرجير. هي مختلطة جرجير مع الكزبرة. شايفين هذا هاي الجرجير، هاي ورق الخضري ممتاز. هذا جرجير، هذه كزبرة، هاي كزبرة. شايفين طبعا الكزبرة نستفيد منها طهي الطعام والشربات، وأيضا المحاشي مع الكوسة ومحشي الباذنجان والكرنب اللي هو الملفوف البلدي، وتستعمل أيضا في شوربة الفريك. كل شوربة الخضار تدخل فيها هذه النبتة اللي هي الكزبرة، وهي أحد فصائل الخضروات الورقية مثل الشبت والبقدونس.
شايف الصورة واضحة ولا لا؟ عشان الدنيا فضى. هذه كزبرة، شايفين أمام حضرتكم؟ تكون زراعها حوض الجرجير. أصلا الجرجير لأني ما زرعتوش، بس فركت للعيدان اللي كان فيهن الزريعة، وهيها طلعت مع الجرجير. هاي الكزبرة هنا يكون زراعها تحت بقصيص. نأتي لنهاية هذه الحلقة، أرجو من أعزائي المشاهدين ضغط زر الاشتراك ومشاهدة الفيديو للنهاية والإعجاب، وجمعة مباركة عليكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو أحمد النجار من غزة فلسطين يحييكم.